بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا ممن يريدون الزيادة في الاهتداء إليك وإرضائك بتمام الرضا والإرضاء يا ربنا يا رب الأرض والسماء. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ناخذ آية 46 من سورة النحل لزبعي، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. في تقلبهم يعني تقلبهم في الفجور، ولا تقلبهم في فراش أثناء النوم. تعرف شو سخطة من أختي تابت فيها يوم هذا؟ يوم أنا فما دراسات تعالي لمساكر ومتعالي تراجيك اتسترا اتسترا. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، ما حتى واحد منهم شهر اللي قدر ربي باش يموت أثناء النوم يموت، اللي يموت أثناء جنسية مثلية يباشر، أو مؤامرة على الأنبياء عليهم السلام، أو مؤامرة على الدين الحنيف سبحانه وتعالى، يعطيه كرس وتكرسي ما يقومش منها إلا إذا كان حتى عاش بكم مد وتشويه وبرعد وكسور وعجز عن الحركة وغيره وغيره، وآلام لا تبارحه وهي مبرحة زاد كذلك. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم مرة أخرى على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو دائما قلنا ربي مسكر في الباب تماما، لأنه يعرف اللي أمضى جل عمره في الكفر والنفاق وسوء الأخلاق، مكتب له ربي توبة في آخر مرحلة قبل أن الغرغرة لقوني، اللي تجم تبدأ لحظية وتجم تكون سنوية سنين وسنين ربما عقود. نسأل الله السلامة وحسن خاتمة، والسلام على من أراد السلام، لأن الله اسمه سلام. فسلام عليكم يا أهل الإسلام.